مين؟ مين اللي بيخبط؟ أقول لك افتح الباب. دايرة شنو؟ ليش يا خي انقلع من وجهي؟ يا مرة يا سيدي وين أصحاب البيت؟ لأني ناوي أطربقوا على رؤوسهم. ما يصير الكلام ده يا مرة. يا شيخ يا ستي بلا ستك يا مرة يا يعني ايش شغلتي؟ يا مرة مجنونة انت؟ كيف بتدخل البيت بالطريقة دي؟ ايش في؟ ايش صاير؟ من هذه؟ هذه وحدها مجية والظاهر انها مجرمة ودخلت البيت تسلل. تسلل؟ لا والله يا مجرمين يا حرامية يلي ما تخافون الله، انتوا متسترين ومخافين تخاسد وياها. هاي انت اعترف بنفسك. اقول لك من هذه؟ ماما ماما هذا في كفير منارة منور. شفتي كيف مجرم؟ شفتي كيف وجدي وشعري؟ باين كلامك صح، باين عليها مجرمة. أنا مجرمة بلا كلام أفلام بلا مسلسلات، هذه شغالتي وأنا كفيلتها وأبيها الحين. والله والله لو ما أخذها الحين لقلب لكم البيت هذا فوق تحت. وأنا أمل يا خشب. يا فهد بتبصيلي كده ليه من أول الطريق؟ واغوشتني يا أخي، أنت عاوز حاجة؟ فرغلي أبي أعقد معك صفقة. أوه لازم صفقة كذب. سميها مثل ما تسميها، أنت عارف أني بيني وبينك مصالح وأمور مشتركة، ونبي نلعب لعبة تشد لي وقطع لك، وصدقني نبي ننبسط. شد لي وقطع لك. تم. باوي 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 هاي وش فيك؟ صمخ انزلي. لا تتراجع. اوكي اوكي يا خشب يا حراميه. احنا حراميه وما نخاف الله؟ انت اللي ما تخافين الله جوعت البنت وسكين وعذبتيها. شفتي في بيتنا اكشن جاي؟ لعبت عليكم يا المهابيل وصدقتوها. لعبت عليكم يا المهابيل ما تخافون الله. انا عذبتك يا كذابه يلي ما تخافين الله. انا عذبتك صدقتوها. انا عذبتك يا كذابه. ايه انت عذبتيها واثرت تعذيب باين عليها. لا بلا صدقتوها هذه كذابه يا مهابيل. نسيتي نسيتي يوم انتي في هالرقعانه انت وماما؟ ماما ماما بعد يا قليله الحياه. اقول انت مالك شيء عندنا، وحنا خذيناها بشكل نظام مكتب الاستقدام، واذا على قولتك تبي تاخذين حقك روح اشتكي، وعلى ما في خيلك اركبيه. ومين قال اني ابغى اشتكي؟ انا ابغى شغالتي الحين، وما حنتظر سنين لين اخذها. ماني طالعه من هنا الا وشغالتي معايا. مسكينه وعذبتيها. لعبت عليكم يا المهابيل وصدقتوها. لعبت عليكم يا المهابيل. ما تخافون الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما تخافون الله. انت المهابيل. ماني طالعه من هنا الا وشغالتي معايا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما تخافون الله. يما وش تبون فيها؟ الحرم هذه صادقه، خليها تاخذها. اي والله هذا يقول الحق. الحمد لله الحمد لله في واحد عاقل في هذا البيت. فهد انت اسكت لا تتدخل. انا قلت كلمه الحق. استرند ما فيها لفلفه. يعني شنو انا في كذاب؟ اي كذاب وستين الف كذاب. فهد عثمان خذ هذه وطلعها برا بيتي. اقول تخسد وياها. يا مرة ما تجبريني اطلعك برا. تجبريني؟ والله ما تلمسني، ما تلوم الا نفسك. امشي يا مرة امشي. يا حراميه يا كذابين. شغلت يا كذابين او شغلت فيك. حرام عليك يا شيخة، قطعت قلبي والله. انت مثلهم ما تخاف الله. تعرف اني بدون شغال وامي لحالها بالبيت، كيف اخليها لحالها؟ مين يصرف علينا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا بنت الناس، انا بقول لك شيء يحل لك مشكلتك. قول قول اي شيء. الجماعة اللي جوا ديل لا بيهشوا ولا بينشوا. الوحيد اللي ممكن يساعدك العم ممدوح ابو فهد. وهذا وينه فيه؟ هو مسافر يوم ولا يومين تقريبا، لكن بيرجع
وإذا رجع ما بيجي له هنا. وين أروح له؟ تمشي له المكتب، وهو راجل طيب ولو رحت له بيساعدك. أنا ما أبي مساعدة، أنا بس أبي حقي. صدقيني بيديك حقك وزيادة. يا رب. طيب أعطيني عنوان المكتب وأنا بعطيك رقمي، وإذا جاء تكفى تكفى يا زول، بس اتصل علي. حاضر، طلعي ورقة وقلم واكتبي. من جد صاروخ. انت ما انت شغاله، انت المفروض تصير عمتها. يا روحي انت يا ليلى اللي نورت الفيلا، ونور عيونك في بيتنا بيشفي من 60 عله. تريرن تنترن تريرن تنترن. اي هذه هي اللي تغزلون فيها، ما هي الدنيا يا ثور. الكشري اللي انت بتحبه. هو ده. خدي ده. شو هذا فرغولتي؟ ده كارت شحن ب 200 ريال. ليه هيك معذب حالك؟ مش عارف الحقيقه معذب حالي ليه، بس اللي عارفه ان صورتك ما بتفارقش خيالي. قلت لك خلينا نطلع لنا على شي قرنه برا البيت. امتى بس نطلع على قرنه؟ البيت ده عامل زي خليه النحل، ناس طالعه وناس خارجه. ودي يا فرغالي، هات يا فرغالي. بس اوعدك بكره اعمل لك احلى خروجه. بيشرب سجاير في الحمام، وبيهرب من المدرسة، وغيره، ولا كاتب في قلبه وساكت. برضه يا روحي انت يا دنيا اللي نورت الفيلا، ونور عيونك في المطبخ. فهد صورة ليلى وش جابها لغرفة فهد؟ وش قصتك يا فهد مع ليلى؟ السالفة هذه فيها إنا. Thank you.
ممدوح؟ يا روح ممدوح. الله يخليك لي يا حبيبة ديالي. الله يسلمك. بغيت نقول لك خير، في شيء؟ ما ودك في ولد تاني؟ يملى علينا عيشتنا وينور لنا الحياة أكثر وأكثر. أكيد يعني ودي، بس عاد تعرفين أنت وضعنا القانوني مو بسليم، لكن أوعدك إن شاء الله بمجرد ما يتصلح إن شاء الله يا رب، الله يرزقنا 2 3 4 اللي نبي. الأمور هذه مو بإيدنا. وش قصدك بالكلام هذا؟ وهي الأشياء هذه بإيدنا يا ممدوح؟ وضحي أكثر. أنا حامل يا ممدوح. إيش؟ حامل؟ من متى؟ عرفت اليوم من اختبار الحمل. الاختبار الدقيق؟ 80%. أنت شلون تسوين شيء زي كذا؟ هذا وأنت عارفة وضعنا. أنت ناسية وش صار فينا يوم حملت بسلطان؟ إيش صار يعني؟ هذا أنت فرحان فيه أكثر من أي شيء في الدنيا. أنت مجنونة. مجنونة، مجنونة يا مريكة. أنت اللي مجنون. هذا الشيء مو بإيدي أنا. اسمعي يا عاد، الكلام هذا ما يمشي عندي. الحمد لله ان الجنين لازال في اوله، يعني لا تحلمين انك تحتفظين فيه. ايش يعني؟ تبغاني اسقط ولدي؟ اي يا مريكة، سقطي؟ مستحيل. اجل اختاري، يا انا يا هو. كيف الامور؟ الحمد لله كل شيء تمام ماشي زي الساعه. اللهم لك الحمد. الا وش قصه المره اللي جت تشتكي؟ المره دي والله يا عم ممدوح مسكينه تقطع القلب. طيب وش فيها؟ وش عندها؟ جت البيت وعملت لينا جوطه، والظاهر انها مظلومه. مظلومه؟ مين اللي ظلمها؟ حق انت وانت ما في قدي بيت، شلون كل اللي انت في شوف انا، شلون انا يبتدي معاك ممدوح. انا في يجي من اخر الدنيا عشانك وعشان البيت والسياره انت والفلوس، كل هذا مال انت، بعدين يصير حقي انا. اول شيء انت ممدوح، بس شلون لازم أنا يتقي 2 أسفور في حجر واحد. أول شيء أنت يا فهد، تاني شيء أكلي بابا مال أنت في شوف أنا. خلاص يا عمان، وش نشوف؟ حاضر، تسمع على خير يا عمان. امشي يا عصفور، الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك انت، افتح. استاذ ممدوح، امرني يا فندم. وخر بس، تعال. وخر بس؟ ايه واحد ما يعرفش يرتاح في اوضته؟ وخر بس. أغلق. الكلام ده مش في العقد، والله ما هو في العقد. حياك الله يا ممدوح باشا، بيتك ومطرحك. داري. شوف يا فرغلي، في موضوع الحقيقه بكلمك فيه، بس قبل ابتدي فيه بسالك سؤال وابغاك تجاوب بكل صدق وصراحه. طبعا حضرتك انا طول عمري صادق وصريح معاك، وانت عارف الكلام ده. فرغلي، وش انت من اللحيه؟
لحية تاني؟ يا فندم ارحمني ارحمني، انا الكلام ده بقى يسبب لي التكارية وتعب نفسي. انا لا لحية ولا شنب، اعتبرني العنفقة. اقول لك احلقه عشان ترتاح؟ لا يا ابن الحلال، ترى كل هذا تواضع منك. انا عارف انك انت لحية وغانمة بعد، وعارف انك رجال معروف ومخبور، وما جيتك الا وانا متوسم فيك الخير. ويوم انني طال عمرك لحية غنمة ومعروف ومخبور وانت متوسم فيني، ما بتجنيش سيدة ليه؟ بتفرفر في الدائرة كتير ليه؟ طيب انا راح اقول لك الموضوع بصراحة مهم وخطير وسري. مخدرات يا ابن الحاج؟ مخدرات كلام فاضي انت. يبقى تزوير. خليني اتكلم بالحاج تزوير. ابو ركز معي ركز معي بس الله يصلحك. مخدرات تزوير كلام فاضي، ايش قاعد تقول انت؟ طب حاضر. بص اسمع، انت تعرف زوجتي مليكة؟ اتكلم اتكلم. مراتك الثانية؟ بالضبط. مليكة حامل يا فرغلي. ألف مبروك يا فندم. وطبعا حضرتك عاوز توكل لي مهمة أعرف مين اللي عمل عملته وجري. الله يخرب بيتك يا فرغلي، أقول لك هذه زوجتي وهذا ولدي، ولدي مني. طب يبقى حضرتك بقى عاوز تعرف جنس المولود صح؟ فرغلي وبعدين معاك؟ ما هو يا فندم أنا ما أقدرش أسميه إلا لو عرفت هو واد ولا بنت. سميه فرغلي. أقول لك ما عاد أقدر أتواصل معك، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. عجب الموضوع منتهي يا فرغلي، ولا كأني جيتك. لا ولا كأني عرفتك. لا 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 يا أستاذ ممدوح، أنت عارف إن الكلام ده بيتعبني أكتر من وشنت من لحية. أرجوك قول وأمرني وأنا أنفذ على طول. أجل اسمع وأنت ساكت. حاضر حاضر. فرغلي مثل ما قلت لك، مليكة الحين حامل بولد الثاني. طب فين المصيبة يا فندم؟ مراتك وحامل منك، هذه أكبر مصيبة. الولد ما أبغاه. عاوز تتبرع بيه الجمعية يعني؟ تتريق أنت وجهك؟ أنا يا فندم مش فاهمك، ابنك ومش عاوزه إيه نرميه؟ اسمع، أباك تساعدني ونسقط الولد. شو تسوي أنت وجهك؟ لحظة واحدة يا فندم، أنا عايز معالي السفير. يا فندم. انت صحيح الكفيل ده لا خلاف فيه، انما لكل شيء اخر، وانا ما زلت مصر على معالي السفير. ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تهذري؟ بعدين على بالك ان معالي السفير فاضيلك؟ بعدين وين الامانه؟ وين الامانه؟ تروح تقول لمعالي السفير اسراري الشخصيه والعائليه؟ عيب عليك يا اخي، عيب. كبر عقلك. بعدين تعال اجلس، ترى الموضوع عادي، صدقني عادي. اجلس اجلس اجلس. ازاي عادي يا فندم؟ ده في روح بني آدم، أنت بتغير فرش العربية. يا فرغلي، الجنين ما صار له 3 أسابيع، يعني ما بعد صار فيه روح. أنت اشترك بالطب؟ بعدين يا أخوي حتى ما عندك ثقافة إسلامية. يا أخوي الروح ما تجي الجنين إلا عقب 40 يوم. يا فندم وأنا إيش أخشش أهلي في الموضوع ده أساسا؟ أنا إيش فهمني فيه؟ يا فرغلي الموضوع أبسط مما تتخيل. العمالة عندهم عيادات في بيوتهم وشققهم، وكل يوم يسوونها. الحق يا فرغلي تصرف قبل لا يصير فيه روح، بعدين ذنبه في رقبتك. هل ماني عارف بعدين كيف تقابل رب العالمين وانت ذابح روح؟ ما عندك ضمير؟ ما عندك احساس يا فرغلي؟ الحق الحق، الله يجزاك خير. الحق.